أعتقد أن هذه ذكرى غالية علينا على جميع المغاربة، لأن ذكرى ديال تأسيس نادي الوداد الرياضي، نادي المقاومة. أفتخر وأعتز أنني الله سبحانه وتعالى بارك لي في العمر حتى نحضر الذكرى 86، وحنا جد فخورين حملنا قميص نادي الوداد الرياضي عفوا، وكنا طرف من الإنجازات وتاريخ نادي المقاومة. الحمد لله هذا نادي اللي قاوم من أجل البلاد، يعني من غير الرياضة كان دير الرياضة وسيلة باش للمقاومة، والحمد لله الحمد لله على أننا يعني عشنا وشفنا بعينينا الانتصارات والألقاب اللي كتفوز بهم الفرقة الغالية ديالنا. وأعتز وأفتخر بجمهور نادي الوداد الرياضي اللي خصوصا الفصيل الويناس اللي كيحصل الرتبة الأولى عالميا، واللي بهر العالم كله، واللي في جميع المواقع التواصل الاجتماعي في خارج وداخل أرض الوطن كنشوفوا يعني كيفاش كيتكلموا على هذا الفصيل وكيفاش كينوهوا به. الحمد لله عندنا جمهور عالمي اللي وصل القمة، واللي خداو منه بزاف ديال الجماهير، يعني كقدوة لبزاف ديال الجماهير واللي كيتبعوه الآن وكيديروا داكشي اللي كيدير فصيل الوداد الويناس. الحمد لله بهاد المناسبة نقول لهم عيد ميلاد سعيد، وفرحوا بهاد المناسبة، وغادي تفرحوا إن شاء الله بالألقاب الجاية.